بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من أحد ميزات البرنامج أنه يتيح لنا إمكانية المقارنة بين الدراسة التجريبية والدراسة النظرية. نقصد بالدراسة التجريبية معالجة الفيديو كما لاحظنا سابقا، أما الدراسة النظرية فتكمن في إعطاء البرنامج الشروط الابتدائية للحركة ومحاولة مقارنتها بالحركة التي نتجت عن التجربة. يتيح البرنامج نموذجين، إذا النموذج الأول هنا نضغط على كريي، لدينا موديل سينيماتيك دو بارتيكيل، عندما نضغط عليها يظهر هذه النافذة. إذا هنا موجود مثلا هنا افتراضية الكتلة، هنا كذلك لدينا الزمن، لدينا هنا اكس و واي. اذا اردنا اضافه اي نقطه، مثلا هنا اضفت سي، اذا يمكن تحديد عباره اكس و واي بالنسبه لي النقطه المتحركه التي هي الكتله. كيف نقوم بذلك؟ إذا نفتح خصائص الكتلة A عند تشغيل البرنامج. إذا سنلاحظ التطبيق على الموديل A، نفس النافذة هذه ستظهر. إذا عند تشغيل البرنامج فرضا نضع هنا الكتلة الأولى التي استعملناها أو الجسم الأول الذي استعملناه. إذا عند التشغيل نلاحظ منحنى يجريك بهذا الشكل، لو ضغطنا مرتين وعلى موديل A بهذا المكان، إذا نلاحظ القيم الموجودة هنا. لدينا بالإضافة للكتلة لدينا A و B و C، الزمن 0.04، ولدينا اكس هنا صفر، والمعادلة اللي هي من الدرجة الثانية معادلة خطأ مكافئ. إذا هذه القيم أتينا بها من المنحنى A، سنجدها هنا. لاحظ لدينا A اللي هي ناقص 0.02، B هي قيمتها، وكذلك قيمة سي، والمعادلة البيان هي هذه Y تساوي أي، بمعنى النقطة هذه التي تحصلنا عليها الآن هي بالشروط التي قمنا بتقديمها للبرنامج، وأتينا بهذه الشروط من المطابقة بين البيان هنا كما رأينا سابقا، وبالتالي نتحصل على معادلة البيان والنتائج والقيم أو الثوابت الخاصة بهذا المعدل. إذا بعد نقل هذه القيم هنا، هذه القيم كانت غير موجودة، كانت هنا فقط أم، بالتالي إضافة أي مقدار نضع مثلا أجوتي، ومثلا هنا نغير نضغط مرتين بهذا الشكل. مثلا نريد نقطة أخرى مثلا في مثلا ثم أنتري، بحيث لو أردت تغيير مثلا هنا هذه العبارة سأضغط مرتين أجد أن في قد ظهرت لأني افترضتها كمتغير. نلاحظ أن الموديل A أو النموذج A يحمل هذه الخصائص، وبالتالي سيتحرك بنفس حركة الجسم، سنلاحظ ذلك. لو وضعنا الموديل A بهذا الشكل بحيث تكون المنحنيات هنا تكون بدقة، لدينا مثلا في أو المحور إكس صفر مباشرة، هنا إيكغيك مثلا عبارة عن قطع مكافئ. فائدة هذا النموذج هو المقارنة، مثلا لو وضعنا هنا
كذلك وضحناها مثلا هنا فيزيك. يمكن كذلك نقل الموديل هذا جانبا، ممكن مطابقة بهذا الشكل أو يكون بجوار حتى نقارن. مثلا يمكن هنا نحاول تغيير مثلا قيمة إكس، مثلا هكذا. إذا نلاحظ هنا لو أرجعنا الفيديو إلى الحالة الأولى، نلاحظ بحيث يكون حركة النقطة الجديدة بنفس حركة النقطة الأولى، أي بنفس الفارق الزمني. وبطبيعة الحال الزمن هنا قد حددنا نحن عند 0.4، يمكن التحديد عند وضع الانطلاق تماما. مثلا هنا في الزمن هنا نضع مثلا 0، نلاحظ نضغط مرتين ثم نضع 0، نلاحظ هنا الانطلاق من نفس المستوى. هنا لدينا الموديل آخر، لكن إذا رأينا خصائصها نجد أن القيم كلها غير متغيرة، x 0 و y 0. وبالتالي لو بحثنا على هذه النقطة نجدها هنا في الأسفل. لماذا في الأسفل؟ لأن المعلم هنا x 0 و y. يمكننا بنفس الطريقة إظهار الخيار الثاني، هنا هذا الخيار الأول الذي لاحظناه. الخيار الثاني كذلك لدينا إما بشكل كروي أو دائري وبشكل إحداثيات كارتيزية، تظهر كذلك هذه الخانة أو هذه النافذة. مثلا هنا أضفنا نقطة سي، إذا بنفس الطريقة هنا يمكن إضافة مقادير ثابتة. هنا المقادير أو لي فالور إنيسيال تي و إكس و إيكغيك والسرعة على في إكس و في إيكغيك، قد تفيدنا هذه في الحركات المنحنية. بالإضافة إلى القوى على محور X و Y، إذا هنا عندما ندخل الشروط الابتدائية، مثلا هنا لدينا سقوط شاقولي، إذا تكون القوة تقريبا هي على محور Y هي ناقص M في G. ممكن إضافة العبارة نتاعها، مع العلم أن ندخل هنا مثلا G، قيمة G هي 9.8. يمكن هنا إضافة قيمة أو إدخال العبارة، إذا تظهر كل القيم التي لدينا. لدينا أهم نجمع تعني الضرب في جي، إذا تظهر هذه العبارة. كذلك يجب أن نحدد إكس و إيكغيك حتى تظهر هذه النقطة الجديدة هنا. إذا في كلا الحالتين هذه الطريقة تسمح بالمقارنة بين الدراسة التجريبية والدراسة النظرية، حيث يمكن للتلميذ أن يضع الشروط الابتدائية ويقارن مع الدراسة التجريبية. كذلك يمكن الحصول على المنحنيات بدقة في هذه الحالات كما لاحظنا بالنسبة لهذا الاقتراح الذي وضعناه. كل منحنية تكون دقيقة لأننا حددنا الشروط الابتدائية، عكس عندما تكون الحركة تجريبية سيكون هناك بعض الارتيابات، قد تكون نتيجة احتكاك مع الهواء أو قوى دافعة الخامس ومقاومة الهواء، إلى جانب الأخطاء الناتجة عن التصوير وغيره.